السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب، شوفوا اليوم هاي الحالة، حالة سوس الريش او تساقط الريش عند الباجي. شوفوا جنح الطائر وذيل الطائر، ماكو ذيل ماكو جناح. اليوم راح نجرب احنا وياكم شيء طبيعي، هذا الخل الطبيعي الابيض. نحط نص الكمية خل ونص الكمية مي بهاي البخاخة، وراح نسوي التجربة امامكم، وان شاء الله خلال ايام راح يطلع ريش الطائر باذن الله تعالى، ونضل احنا وياكم متابعين هذا الطائر. يلا خلينا نبلش نقول بسم الله. نلزم الطائر ونرش، طبعا دير بالكم لا ترشون على العيون او على الخشم، الرش على الريش، الرش 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 على منابت الريش هنا، نوخر هذا الرش على الذيل على الجناح، ونمسح ونمسح نمسح الى ان يتغلغل الخل الى منابت الريش. تريدون تغطسوه للطائر بدون الرأس غطسوه، ماكو اي مشكلة، بخل او خلو مي. نجي على الجهة الثانية للجنح، شوفوا جناحة خطية، نبخ ونمسح نمسح نمسح الى ان يتغلغل الخال كل الريش. حتى هنا نمسح، نجي يم راسه شوية هم نمسح، كل الاماكن ما يبقى مكان. اذا اكو فاش، اذا اكو سوسة ريش، ما راح يبقى بالطائر نهائيا. نجي هنا نبخ بالذيل، نبخ هنا، نظل نبخبخ وراها بهذا الجو البارد. انا احطه بقفص صغير، تعال 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 تعال، احطه بقفص صغير قدام التدفئة، قدام الصوبة. شنو عندكم تدفئة تحطوه له مدى يثبت. شكرا لكم، ارجو الاشتراك، وراح نظل نتابع هذا الطائر شنو راح يصير وياه. خل ابيض مثل ما قلنا، ومي نص هاي خل ونصها مي، ونبخ الطائر. بس لا تحطون لا على عيونه ولا على الانف ولا على الاذن. شكرا لكم.